الأجهزة وتوحيد الاعترافات، وبين بأن ما كان عند عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب هو نفس الذي كان عند وزارة الداخلية، ولكن هذه عناصر كانت خارج قبضة هذا الجهاز وهذه عناصر كانت خارج قبضة هذا الجهاز. ولذلك ولحد أمس تشكلت بشكل جديد لجنة مركزية للتحقيقات أو وحدة مركزية للتحقيقات، مقرها وزارة الداخلية وتشترك فيها كل الأجهزة الأمنية، وحتى عندما يكون الإعلان يكون الإعلان بعد استكمال التحقيقات والنتائج والتداخل بين الأسماء التي يلقى القبض عليها من هذا الطرف أو ذاك، لأن كل طرف كل جهاز مخابرات واستخبارات وأمن له اختراقاته له آلياته له وسائله في اكتشاف الجريمة، فليس هناك تناقض، إنما كان فعلا استعجال في التصريحات قبل أن توحد، لكن عندما وحدت كان الموقف سليما وموحدا وليس فيه تناقض بينما أعلن هنا وأعلن هناك. تفضل. دولة رئيس الوزراء يعني أكدت دائما خلال حديثك على عدم جعل الملف الأمني ورقة للانتخابات. طيب يعني هذه الخروقات الأمنية هل الهدف منها منع الحكومة الحالية من اعتلاء سدة الحكم مرة أخرى في العراق؟ طيب إذا استمرت الأحداث العراقية مثل هكذا وتيرة، يعني هل العراق على موعد مع أيام دامية مع اقتراب كل موعد انتخابات؟ نعم، شكرا جزيلا. شكرا. الديمقراطية هي الهدف، العملية السياسية هي الهدف، وكل من في هذه العملية السياسية مستهدف. إذا قلت منع هاي الحكومة هدف، إذا قلت إسقاط الديمقراطية هدف، إذا قلت إسقاط الحريات الإعلامية والسياسية هدف، العملية السياسية برمتها هي الهدف. ولأنهم يشعرون ومن يقف خلفهم بأن نجاح العراق في إجراء هذه الانتخابات المفصلية لمجلس النواب سينهي أي احتمال وأمل عند هذه الجهات الإرهابية بأن تتمكن بعد اليوم من اختراق العملية السياسية أو إسقاطها أو التأثير على الديمقراطية والحريات. لذلك لا نريد، وهم كذلك أيضا لا يهدفون لزاوية معينة من زوايا العملية السياسية، لا رئيس وزراء ولا وزير ولا حكومة ولا مجلس نواب، إنما هذا الهيكل السياسي الذي تم تشييده هو كله مستهدف. أما الانتخابات فستجري حتما في موعدها المحدد مهما جهد الإرهابيون جهدهم لإيقافها وتعطيلاتها، وبإذن الله. وقد سأل قبلك أحد الأخوة سؤال، أنا لا أقول سأعطي صكا بمنع أي حادث، لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع حرامي أو لص أن يسرق في بلد من البلدان مهما كانت له أجهزته الأمنية، ولكن سنضيق ما يمكن أن يحصل، إن شاء الله لا يحصل شيء، ولكن سنعمل على تضييقه إلى أقصى درجة إلى الحد الذي لن يحول دون إجراء الانتخابات، لأن المعركة الحقيقية اليوم بيننا وبينهم هي إجراء الانتخابات. لذلك أتمنى على المواطنين والقوى السياسية والأجهزة الأمنية أن تتضافر جهودهم من أجل إجراء الانتخابات، لأنها ستوجه طعنة في الصميم لكل الذين يعارضون الديمقراطية والعملية السياسية في البلد. تفضل. الجماعة يأشرون، ترى الوقت انتهى. السلام عليكم دكتور الرئيس. وعليكم السلام. ها بس واحد من هاي الصفحة بعد. نصر الحسني من الحرية. دولة الرئيس قلتم تنافسوا ما شئتم ولكن دعوا الأمن جانبا. نعم. ثم قلتم لدينا معلومات لكن لا تريدون التحدث عنها في الوقت الحاضر. نعم. يعني هل هذا يشير أو يعني في 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 كلامكم إشارة إلى تورط جهات سياسية أو أحزاب مشاركة في العملية السياسية في دعم المجاميع الإرهابية في التفجيرات الأخيرة؟ لا، التفجيرات الأخيرة لا، ولكن تعلمون حينما كانت الطائفية على أوجها وحينما كان الناس كل يصرخ بدعم طائفته ومذهبه قد تورط الكثير، وأصل أن يتحدثوا بالطائفية هو كان ما ينبغي أن يحاسب عليه. أما هذه الأحداث الأخيرة ليست لدينا أي معلومة عن تورط أي كيان سياسي أو جهة سياسية فيها، وهذا هو الشيء الإيجابي أن العمليات أصبحت فقط من قبل الإرهاب والبعثيين الذين يقومون بهذا العمل. أما نحن نتحدث عن الذي حصل سابقا وإن شاء الله لن يعود، لأنه كان من مستلزمات الطائفية ومستلزمات التوتر ومن مستلزمات تصور عند الجميع أن البعض يستطيع أن يلوي ذراع الطرف الآخر، فيما ثبت للجميع أن لا أحد يستطيع أن يلوي ذراع الطرف الآخر، لأن الخاسر هو العراق
والناجح حينما تتشابك الأذرع والأيدي هو العراق وجميع العراقيين. الأخ هو اللي اعترض فهو اللي يأخذ. جلال الخالدي من قناة الكوثر. سيادة رئيس الوزراء، نحن يوم أمس ذهبنا في جولة إلى معسكر أشرف بناء على دعوة وجهت لنا من مكتب الأستاذ علي الدباغ. طبعا عندما التقينا في بساكني المعسكر قد رفضوا، طبعا أكثرهم رفضوا الخروج من هذا المعسكر بحجة أنه لا توجد هناك ضمانات أمنية خارج هذا المكان لهم. هذا الموضوع. ثم في حال أنه ساكني هذا المعسكر رفضوا الخروج من معسكر أشرف، هل هناك سقف زمني من الحكومة العراقية لإخراجهم من هذا المكان؟ وشكرا. قضية اختيار، هو ليس اختيارهم أن يختاروا المكان الذي يريدون، هذا بلد بسيادة وبدولة مسؤولة عنه، نحن نختار لهم الذي ينبغي أن يكونوا فيه، ومن يصر على أنه هو يختار هو خطأان. أما تبقى هذه المماطلة إلى أمد غير محدود، لا، لأنه لكل شيء نهاية وحد سننتهي عنده، والعالم كله سمع منا الرسالة الواضحة أن العراق لا يمكن أن يكون مقرا لإقامة هذه المنظمة أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.